دلوقتي جه ميعادنا مع جولة في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة. نبدأ من موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية لروسيا لمدة 3 أيام. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية لمدة 3 أيام، يلتقي خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيز ودفعها للأمام. كما سيلتقي الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف وكبار المسؤولين الروس للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين. من المقرر أن يقوم الرئيس بإلقاء كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي. ومن جريدة الأخبار نتابع الاستعلامات تفضح أكاذيب هيومن رايتس ووتش، التقارير منحازة ومسيسة وغير مهنية وتخفي وتحرف الحقائق. انتقدت الهيئة العامة للاستعلامات التقارير التي تصدرها منظمة هيومن رايتس ووتش ووصفتها بأنها منحازة ومسيسة وتحرف الحقائق ولا تذكر الحقائق الكاملة، وبالتالي فهي غير مهنية وغير موثقة. جاء ذلك في رد الهيئة على التقرير الذي نشرته المنظمة بتاريخ 11 من أكتوبر الجاري حول تعذيب مزعوم لمواطن مصري أمريكي يدعى خالد حسن، تناولت فيه ادعاءات تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري. ورغم إرسال الهيئة ردا مكتوبا مفصلا، نشرت المنظمة تقريرها المشار إليه حول حالة خالد حسن متجاهلة تماما هذا الرد المكتوب، بل اقتطعت منه بعض الكلمات التي أخرجتها عن سياقها الحقيقي بما يوحي أن الهيئة لا تتجاوب معها، في دلالة واضحة على عدم المصداقية والمهنية في عرض الحقائق. ننتقل إلى المصري اليوم ونقرأ اليوم: الزراعة تعتمد حظر استيراد تقاوي طماطم 0.23 بعد ثبوت إصابتها بالفيروسات. تعتمد لجنة التقاوي بوزارة الزراعة قرارا اليوم بحظر استيراد تقاوي الطماطم 0.23 بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق. وتلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة تقريرا من اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة ب 0.23، لافتا إلى أن اللجنة قامت بالمعاينة الظاهرية لحقول زمام جمعية الأهرام والبحر الفاضي ووادي النطرون والطريق الدولي العلمين، وانتهى تقريرها بأن جميع الحقول مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق. وأضاف أبو ستيت أن معهد بحوث أمراض النباتات الممثل في اللجنة أفاد بأنه توجد أصناف أخرى من تهجين الطماطم غير مصابة بهذا الفيروس ومزروعة بنفس المناطق ونفس التوقيت ولم تصب بأي فيروسات. إلى جريدة الأهرام وحوار مع المستشار حسين عبد خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، قال فيه: أعدنا 10 مليارات جنيه للدولة عبر التحكيم الدولي خلال عام، أنا ناظر الوقف بحكم منصبي، و25 فرعا جديدا بالمحافظات لسرعة الفصل في القضايا. وجاء في العناوين أيضا: 6 سيدات يتقلدن مناصب عليا بالهيئة لأول مرة نتيجة دفعة 2012 سوف تعلن قريبا، طعنا ضد حكم إلغاء أوبر وكريم لتوفير 20,000 فرصة عمل للشباب. تقول مقدمة الحوار: هيئة قضايا الدولة تعد من الهيئات القضائية التي تعمل في صمت ودون ضجيج لصالح الدولة سواء في الداخل أو الخارج، باعتبارها صاحبة النيابة المدنية القانونية في تسوية المنازعات واستقرار الأوضاع القانونية للمستثمرين،
لتنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي فترة وجيزة استطاعت الهيئة تحقيق نجاحات عديدة على المستوى المحلي والدولي، وذلك بإعادة أكثر من 10 مليارات جنيه لصالح الدولة بالتحكيم الدولي في 38 قضية. وعلى المستوى المحلي تمكنت الهيئة من استرداد 210 ملايين و213 ألف جنيه خلال عام. وقد صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح الدولة يصل عددها إلى 762,826 حكما من خلال 110 فروع وأقسام على مستوى الجمهورية. وعن دور الهيئة في محاربة الفساد الإداري داخل الحكم المحلي، تم ملاحقة العديد من أوجه الفساد. وفي حواره مع الأهرام كشف لنا المستشار حسين عبد خليل رئيس هيئة قضايا الدولة العديد من المستجدات خلال فترة توليه المسؤولية. حوار شيق عرضنا لحضراتكم ملخصا لأهم ما جاء فيه. من جريدة الجمهورية جولة مدبولي تكشف سماسرة الإسكان الاجتماعي. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق العمرانية والمهندس مجدي يوسف رئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة 800 فدان ومشروع سكن مصر بالمدينة. وقال مجدي يوسف إنه يتم تسليم 1607 وحدات سكنية لمستحقيها بقطاع ألف، وجاري تسليم باقي 10,000 وحدة بعد التعاقد على عدادات الكهرباء بالقطاع، وتم تنفيذ مباني خدمية. وأشار إلى ملاحظة تواجد سماسرة يعرضون وحدات من الإسكان الاجتماعي بمنطقة 800 فدان للبيع، وعلى الفور تم استدعاء الأمن الخاص بالجهاز للتعامل معهم، وتبين وجود أكثر من 160 وحدة سكنية مخصصة لمواطنين ومعروضة للبيع بواسطة السماسرة. وأخطر مسؤول صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لاتخاذ اللازم وتنفيذ الضبطية القضائية وتطبيق قانون الإسكان الاجتماعي على المخالفين. نروح لموقع اليوم السابع. صالح الشيخ وقف التعيينات ولا دخول للوظيفة العامة دون مسابقة. قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه لا يوجد تعيينات بالحكومة ولن يتم التعيين إلا من خلال مسابقة معلنة، مشددا على عدم وجود وساطة في المسابقات. وتابع في مارس المقبل سيتم فتح باب الانتقالات، وحاليا باب الندب مفتوح ولا تعيينات إلا بعد معرفة حجم الجهاز الإداري. وأضاف يوجد لدينا مركز لتقييم القدرات، وفي حال فتح باب المسابقات للوظائف ستكون عن طريق اختبارات حقيقية وهي سلوكية واللغات ومن ضمنها اللغة العربية والتخصص والحاسب الآلي، وسيتم معرفة النتيجة قبل إنهاء المقابلة. ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن ربع الموازنة العامة للدولة تذهب لرواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري. نعود إلى المصري اليوم لنتابع أيضا. مصر تروج لمقاصدها السياحية بنظام نظارة المعايشة في بورصة لندن. كشف حسن كامل المدير التنفيذي للتحالف الدولي للترويج لسياحة مصر تفاصيل طبيعة المشاركة المصرية في بورصة لندن المزمع انعقادها مطلع نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن الشكل التقليدي للجناح المصري تغير تماما، والشكل الجديد يعتمد على فكرة التجربة، بمعنى أن الزائر يدخل الجناح لمعايشة التجربة التي يمكن أن يقوم بها في مصر. وأكد كامل للمصر اليوم أن التجربة تتم من خلال Visual Reality، حيث يتمكن الزائر من خلال النظارة التي يرتديها من معايشة التجربة السياحية، بالإضافة إلى تقنية هولوغرام التي يمكن أن يشعر من خلالها بمجموعة من التأثيرات كأنه داخل المقصد السياحي نفسه. لافتا إلى أن هناك ثلاثة عناصر يتمكن الزائر للجناح المصري من معايشة التجربة فيهم: الأول المتحف المصري الكبير، والثاني جنوب سيناء، والثالث البحر الأحمر. ومن أخبارنا الرياضية اليوم ومن جريدة الجمهورية نقرأ: خلطة مكسيكية للفراعنة أمام سوازيلاند. يضع اليوم المكسيكي
خافيير أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول اللمسات الأخيرة وخطة مباراة الغد أمام منتخب سوازيلاند ضمن منافسات التصفيات الأفريقية الجولة الرابعة المجموعة العاشرة لكرة القدم والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالجابون. يشهد ميرانو اليوم محاضرة بالفيديو للاعبين لشرح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون في اللقاء الأخير قبل موقعة الغد حتى يعرف كل لاعب دوره المنوط به في تلك المباراة التي قد تشهد تأهل الفراعنة لأمم أفريقيا 2019 حال الفوز بنتيجتها. استقر المدير الفني على بعض التغييرات في تشكيل المنتخب أمام سوازيلاند غدا من خلال الدفع بحسين الشحات لاعب العين الإماراتي بديلا لمحمد صلاح الذي يغيب بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة بجانب إراحة محمد النني في الوسط على أن يدفع بسام مرسي أو طارق حامد بدلا منه بجوار علي غزال، كما سيعود أحمد حجازي لقلب الدفاع بجوار باهر المحمدي. أشار أجيري إلى أنه متفائل بالفوز بمباراة الغد لا سيما وأن منتخب مصر يمتلك أقوى خط هجوم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل، حيث سجل 10 أهداف بعد مرور 3 مراحل على انطلاق التصفيات ليتصدر قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي لنختتم جولتنا في صحافة اليوم ومن جريدة الشرق الأوسط. السعودية تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها. أعلنت السعودية عن رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة. وصرح مصدر مسؤول بأن السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة بوصفها مهبط الوحي وقبلة المسلمين. وتؤكد السعودية رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة، كما تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وتقدر وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.